أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى للحديث عن انتشار قوات الاحتلال الأمريكي في العراق مع حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز راسام. أهلا بكم من جديد. يعني بإعادة سريعة لسؤالي الذي انقطع الاتصال أثناءه، قضية برهم صالح يتحدث عن عدم وجود معارضة حقيقية لبقاء القوات الأمريكية في العراق، ما دلالات هذا التصريح باختصار شديد؟ نعم، هذا تصريح له دلالات إعلامية فقط، أما في الحقيقة هناك تداعيات حقيقية، وهناك صرخات الآن من قبل قسم من الكتل السياسية تنادي بإخراج القوات الأمريكية، من ضمنها كتلة صادقون ومن ضمنها كتلة سائرون وإضافة إلى بعض الكتل الأخرى في تحالف البناء. هناك الآن انقسام كبير جدا ما بين الحكومة العراقية وما بين المؤسسات الحكومية بما فيها مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان مع الكتل السياسية التي تنادي بإخراج القوات الأمريكية. الآن التصريحات التي تصدر سواء من محمد الحلبوسي أو من كثير من السياسيين الذين يقولون بأن العراق يحتاج القوات الأمريكية لأغراض التدريب واللوجست وما إلى ذلك لمواجهة تنظيم الدولة، هذه حقيقة التصريحات لا تنم عن حقيقة ما موجود في العراق. القوات الأمريكية تتواجد في العراق بأعداد كبيرة جدا، التدريب وما يحتاجه القوات العراقية من استشارة وما إلى ذلك لا تتطلب وجود هذه القوات الكبيرة جدا سواء بعدتها أو بعددها، ولا يمكن أن تسمح الحكومة بأنه تتواجد على أراضيها قوات تصل إلى أكثر من 18 إلى 15 ألف جندي أمريكي تكون مدججة بالسلاح وقواعد أمريكية وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأن هناك إشكال كبير جدا، وهذا الإشكال ستبين الأيام المقبلة ما جدية خروج الأمريكان من العراق. تحالف سائرون، ذكرت تحالف سائرون وكتل أخرى، تحالف سائرون أكد أنه متمسك بمطلب إخراج القوات الأمريكية، إلى ما ترجع هذا التمسك بطلب خروج القوات الأمريكية من العراق من قبل كتل معينة، وهل بمقدورها ذلك؟ نعم، هذه التصريحات قسم من عدة دوافع خارجية. إيران الآن لا تريد هذه القوات أن تتواجد في العراق، وهناك أيضا بعض المؤسسات في الحشد الشعبي أو بعض الفصائل التي تتبع الولي الفقيه في إيران تنادي بإخراج القوات الأمريكية، لأن هناك تقاطع كبير جدا الآن إعلامي فقط، لا أقول هناك شيء على أرض الحقيقة. هناك الآن تصريحات تصدر من القوات الأمريكية وتصريحات تصدر من الحشد الشعبي بالمواجهة، وإذا ما كانت هناك مواجهة مع إيران فإنهم سيقفون مع إيران في المواجهة المقبلة، وبالتالي جميع هؤلاء ينادون على إخراج القوات الأمريكية من العراق. ولكن هل ستخرج القوات الأمريكية من العراق؟ هنا الإجابة. هل يمكن للبرلمان أو لهذه الكتل التي يمكن أن تطرح هذا المشروع السياسي أن تخرج القوات الأمريكية من أجلسهم على سدة الحكم؟ هي القوات الأمريكية التي ينادون الآن بإخراجها منذ عام 2003 وإلى اليوم، وهذه القوات تقدم لهم الدعم اللوجستي والدعم القتالي وتحاول أن تسيطر على الوضع الداخلي وتبقيهم في مناصبهم. فما أعتقد بأن هذه الدعوات قد تكون جدية للخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعتقد بأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بأنه هل هناك مشروع سيطرح أم لا يكون مشروع، وهذا حسب التصعيد الذي يمكن أن يكون مع الولايات المتحدة وإيران في الفترة المقبلة. سيد حاتم، في الوقت ذاته الذي نتحدث به عن اختلاف هذه الآراء من بقاء القوات الأمريكية، الجيش الأمريكي يعتزم نشر نصف لواء قتالي جديد الصيف المقبل في العراق، كيف تقرأ هذه التحركات المتزامنة مع الجدل المثار حول القواعد الأمريكية؟ وهل هو تأكيد ضمني لواشنطن ببقاء قواتها لفترة غير معلومة؟ نعم، هذا هو التناقض الذي نتكلم عنه. القوات الأمريكية في العراق تتواجد بأعداد كبيرة جدا، ما يحتاجه العراق لأغراض التدريب ولأغراض الاستشارة لا يتطلب وجود هذه الأعداد الكبيرة جدا. هذا اللواء الذي يقولون بأنه سوف ينتشر في الصيف المقبل، هل يكون هو ضمن عملية تبديل للقطاعات المتواجدة في العراق أم سيكون إضافة إلى القوات الموجودة المتواجدة سواء في كردستان العراق أو في المناطق الغربية والشمالية من العراق؟ حقيقة لا أحد يعرف الآن لحد هذه اللحظة، لا البرلمان ولا الحكومة لديهم أرقام حقيقية بتواجد القوات الأمريكية على العراق، لا أحد يمتلك ما هو العدد الحقيقي لوجود هذه القوات، وكأنما العراقيين
يعني وجود الأمريكان في العراق خارج السيطرة كاملة بالنسبة للقوات الحكومية، وهذا هو حقيقة ما موجود في العراق. لذلك أنا أعتقد بأنه مسألة نشر هذا اللواء ستبين حقيقته الأيام المقبلة، هل هو سيكون بأعداد إضافية؟ إذا كان بأعداد إضافية فأنا أعتقد بأنه الأمريكان لن يخرجوا، سواء طرح هذا طرح التصويت في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية أم لم يطرح، لأنه زيادة عدد القوات لا يوحي بأن هناك إمكانية لتنفيذ ما سيتم القرار عليه في البرلمان. السيد حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز راسام، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.